مساء النور، مساء الأنوار. اليوم أوكيف ديما تاني كيف مثلا عودتكم دائما، أي هدية جاتني لقناتي من عند متتبعاتي الوفيات فكنحاول نبارطاجيها معكم. واليوم كيف ما كتشوفوا معايا متابعي الكرام، هذه حتى هي هدية توصلت بها تقريبا هذه الشيء ربع ايام. مي يلا سنحت لي الفرصة باش انني نحلها ونوريها لكم. جاتني من امريكا، وهنا كنبغي نشكر المتتبعة الغالية ديالي اللي فرحتني وفرحت وليداتي بهذه الهدية الرائعة. للأسف فجت الهدية، أنا ما كنتش متواجدة في البيت، يعني جاء الصاحب يعني مول الأمانة جابها ليا، ملقى غير خواتاتي، وخواتاتي خداوها، يعني كانت لاكارت ناسيونال ديالي وتواصلت معاهم وقدر أنه يعطيها ليهم. صافي، لهذا راه كيف ما كتشوفوا اليوم فاتنا الفرصة أنني نحل الكادو. يعني دائما كيف ما معوداكم ما كنفتحش الهدية حتى كنفتحها قدامكم وأمام الكاميرا. من اليوم سبقوني خواتاتي وحلوها وخداو اللي خداو وخلاو لي اللي بقى، هو اللي غادي نصوره معكم أكيد. المهم باقي الخير الحمد لله، وفي الآخر ديال الفيديو راه غادي نحل لكم الكرتونة، غادي نحط لكم الكرتونة أول مرة تحلات وحلاتها أختي وصيفطت لي الفيديو. أوكي، المهم دابا غادي نشارك معكم الهدايا والكادوات اللي جاتني من عند المتتبعة ديالي الرائعة واللي ديما ما كتنسانيش بالهدايا الجميلة ديالها. ومن هذا المنبر كنقول لها الله يعطيك الصحة والله يعطيك من تعطي، واي واحد كيفرح خوه المسلم فيا ربي تفرحه وترزقه وتغنيه من حيث لا يحتسب. ونبداو باول هذه، غادي نقلبوا هكا على بركه الله. غادي نبداو كيف ما قلت لكم الكرتونه حلوها خواتاتي، خلاو لي غير اللي بغاو. فلتوا علينا الفرسان. غادي نبداو باول هديه، شوفوا معايا هذا الصاك الرائع والزوين. عاتي هذا اول ما شفته ما نقولش لكم البنات سطاني وحمقني، شي حاجه واعره وكاليتي. وما نكذبش لكم البنات، انا من صغري عزيز عليا السيكان اللي كتكون فيهم هاد السداده، والله حق لله يلاه عزيزين عليا وكنحمق عليهم. اي صاك كتكون فيها الطرطاقه من صغري كتحمقني، وكانت امنيتي ان يكون عندي صاك ويكون عندي الطرطاقه. وفي لونتوراج ديالي والله الا قلبت البنات وما لقيتش، ما طحتش على فرصه انني نلقى صاق بهذا الطرطاقه. وها هو جاني كادو من عند المتتبعه الرائعه اللي كنشكرها من هذا المنبر. غادي نشوفوا اشنو في الصاك. كيف ما قلت لكم الصاك تقريبا، وغادي نفتحوا اشنو كاين في الصاك. كيف ما كتشوفوا معايا كاينه هذه زوينه، هذه ديال الوجه سيفورا، ماسك ديال الوجه تقريبا كديريه تقريبا شحال 1 مينوت ماسك فيزاج 1 مينوت فيس ماسك. فوالا هذا ديال لافوكا، هذا ديال لافوكا البنات. كاينه معنا هذه توكوكو، ماذا يوجد هنا؟ طق 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 اوبلا. نشوفوا هنا شنو كاين البنات، شوفوا معايا. واو 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 البنات، شوفوا معايا، شوفوا الخاتم البنات. هذا راه بون كاليتي، هذا خاتم ديال النقره ومشلل بالذهب، يعني هذا ديال النقره ومشلل بالذهب. شكرا شكرا شكرا، واعر البنات. وهاد الحجره اللي فيه راه حجره حره الزيركو. واو البنات كي داير، وحتى هاد لا مارك اللي فيه راه كتبان ليا سيتي مارك، يعني شي حاجه واعره. ما غاداش نتسنى غنحلو نديرو في ايدي دابا. ها نتوما معايا، ما غاديش نصبر، خليه وجا قياس 6 6 8. ها نتوما البنات، واو كي داير شي حاجه رائعه رائعه. واو البنات شي حاجه زوينه زوينه. حيدو عليا. فوالا ها هو سي بون، شفتو كي كيبان؟ ذهب مشلل بالذهب، مشلل بالذهب ونقره ديال النقره. فالوغ نشوفو تاني اشنو كاين، وشوفو غير لابواطه البنات كيفاش دايره. ونبدا، وهذا تا هو دبيليج البنات،
شوف غير من الجودة ديالو كيبان شي حاجة هاي وشي حاجة كلاس، شي حاجة طوب البنات. بصحتي وراحتي والعقبال لكم حتى نتوما، والله يعطينا من نعطو، والله يفرحكم حتى نتوما وينزل عليكم الرزق والبركة. متتبعاتي الكريمات، هذا البنات راه كان في البواطة ديالو غير اختي حلاتو وجاو فيه جوج. شوفوا معايا هاد الفولار، واحد بالغوز وواحد بهاد الموف، وهادو هما اللي خارجين. هاد لي فولار البنات هما اللي خارجين طوندونس، خارجين دابا طوندونس حريري يا البنات. هذا واقيلا راه كيدوز بالخاتم، هانتوما باش تعرفوا لي فولار زوينين البنات. ها اي فولار كيدوز فيه الخاتم عرفوه راه شي حاجه كاليتي. هانتوما ديما اللي بغات تجرب الفولار وتعرف ان الفولار راه زوين وراه ماركه، تشد خاتمها وتدوز داز الخاتم عرفوه راه 60 فولار واعر. ما داش الخاتم راه عرفوه. شوف البنات كيدوز بسلاسه، يعني حرير اصيلي، حرير جوده عاليه. ديما الفولار لا داز لكم في الخاتم البنات راه زوين. هذه معلومه اللي بغات دابا العيد وبغيتو تشرو لي فولارات ديالكم وبغيتو تشرو احسن ماركه، فشدوا الفولار ودوزوه على الخاتم. شكرا شكرا شكرا، الله يفرحك والله يفرح وليداتك والله يرزقك من حيث لا تحتسبين. وكيف ما قلت لكم البنات الكادو راه تحل، يعني غير اللي بقى هو اللي غنصور لكم اللي خلاو لي خواتاتي. شوفوا معايا هادو حتى هي مجموعه وطقم ديال لي بيجو. شوفوا اللي زوين في هاد لي بيجو البنات هو ان كاينه السداده، كاينه السداده او ميم طون كاين واحد التشيب ديال البلاستيك باش الطنقه معمرها تتحليك. فوالا شفتوا مجموعه كاينين هادو حتى هما، ها هما هادو دارتهم في هادي. شي حاجه زوينه يا البنات، شي حاجه رائعه رائعه. شكرا للفنون، شكرا للغزاله. وهنا انا برح انا برح انا برح. ها انتم البنات هنا، ها اكابيجو، ها الذهب ثاني عاوتاني. شوفوا معايا البنات هادشي واعر، هادشي هادشي خاصني نفكو بعدا مخبل. لا تي البنات نفكو وانا معاكم. هنا قديتهم البنات، شوفوا معايا الذهب. اللي بغيت نقول لكم البنات اي حاجه هنا راه فيها جوج جوج من الحاجه. المتتبعه ديالي عارفه كاينه معايا خديجه اختي، سبحان الله كاع المتتبعات اللي صيفطوا لي لي كادو فدائما كيصيفطوا لي وكيصيفطوا لاختي خديجه، ما كينساوهاش لانها عارفينها كتخدم معايا ولات كتساعدني في الخدمه. البنات هذه بعدا هاد السلسله انا كنت كنحماق عليها وكان نفسي فيها وما عمرني ما سنحت لي الفرصه انني نشريها ولا ناخذها ولا نديرها في عنقي، وهاي الحمد لله الفرصه جات بفضل المتتبعه الغاليه ام اف. ما طلبت مني ما نذكرش الاسم ديالها فغادي نقولوا غير ام اف بنزلفانيا، فهي راه عارفه هذا لان اي واحد كيبغي يدير شي كادو ما كيبغيش يذكر الاسم ديالو. فشكرا للحبيبه ديالي وتحياتي من هنا لامريكا. شوفوا معايا البنات الكادو اللي جابت ليا، هذه وحده ليا وحده لاختي خديجه، وحده ليا وحده لاختي خديجه، وحده ليا وحده لاختي خديجه. شي حاجه طوب وزوينه. وكيف ما قلت لكم راه التصوير راه كاينين شي حوايج كانوا ولكن حلوهم خواتاتي، فما اضطريت بحال دابا هاد لي ماسك البنات ديال الذهب. هذا راه جابت ليا منه ثلاثه اختي خديجه، ما صبراتش دارته في وجهها ودعاء حتى هي خداته، مي بقى ليا واحد انا. ها هو فن فن البنات، داروه البنات شي حاجه واعره، ماسك بيرو فريمون، يعني ماسك ديال الذهب. وملي كديروه ما نقولش لكم جولد هيد غاتون شيت ماسك. هذا البنات عاتي ملي داروه واحد البغيونس واحد اللمعان واحد الهيد غاتون في الوجه ديال خواتاتي، ما نقولش لكم امبيكاب، شي حاجه رائعه وزوينه بزاف 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 بزاف. اشنو تاني نكتشفوا معايا؟ هذا هو هيد غاتون ديال لالوي فيرا، وكنا كنعرفوا النتائج والكاليتي والجوده ديال لالوي فيرا، شي حاجه زوينه لالوي فيرا بالنسبه للفم للجسم للشعر راها ممتازه. وحتى اللي بغى يغلاض راه لالوي فيرا يخرجوا فيها هذا. وهنا 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 اشنو كاين هنا؟ فالوغ على بركه الله نبدا ونكتشفوا معايا اشنو كاين هنا يا البنات. شفتوا هانتوما لي كادو، تبارك الله وصلى عندي، هذه غير البدايه. هنا يا البنات طقم متكامل، وهنا راه قالت لي بانها كتحيد لومبالاج
ما يشدش ليها البلايص، وكلهم راه ستين مارك، يعني شي حاجه ريفولوسيون، شي حاجه زوينه. كيبان الماء العكار او الجلوس راه غير من لومبالاج ديالو كيبان راه ستين مارك، كيبان راه شي حاجه بون كاليتي، شي حاجه زوينه. تقريبا هادو اللوينات، واو شوفوا البنات، وانا كنحمق على غوجا ليفغ الحب اللون الاحمر اولا البوردو، كيعجبني بزاف. كاين هذا، كاين هذا حتاني، هذا هانتوما اللوين ديالو شحال زوين، واعر واعر واعر. كلهم اللوينات زوينين بطبيعه الحال. ضروري نعطي منهم لخواتاتي، هادو هما اللي ما قربوش ليهم، ما عرفت كي دارو. مازال ما خداوش، بغاني تنختار اللون انا اللي بغيت عاد باش نشوف ليهم. كيف ما قلت لكم راه اللي غنكون ما صورتوش راه غادي نصيفط، ندير الحله اللي حلات اختي وصيفطت لي الفيديو فاش كنت انا عند عدوستي، علاش فاش جاتني الكوليه ما كنتش انا في الدار، كنت عند عدوستي، فاضطروا انهم يحلوا هما الكولي وخداو اللي بغاو وخلاو ليا اللي بغاو. شكرا شكرا شكرا، الله يفرحك والله يفرح وليداتك ويفرح لك كل عزيز وغالي ويحفظ لك الزوج ديالك. فصافي الصاك ساليناه خويتو، كيف ما قلت لكم راه كانوا فيه مازال دي برودوي اخرين، مي ما سنحتش لي الفرصه انني نصورهم ونزيدو تاني. كاين هذا البنات ان شاء الله غتشوفوني في الفيديوهات لابساه، شوفوا معايا هذا المونطو واعر البنات، لبستو شي حاجه زوينه، سخون بزاف وبون كاليتي. شوفوا الشكل ديالو كي داير البنات، غادي نلبسو ليكم تشوفوني. ها انتم البنات، ها انا لبستو، جاني زوين، شي حاجه طوب، شي حاجه رائعه، وجاني واعر واعر واعر. شكرا شكرا للفنون، الله يحفظك ليا. حتى هذا الشكل ديالو شي حاجه زوينه بزاف، واعر 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 البنات، الله يحفظك والله يفرحك كما فرحتيني، شي حاجه زوينه. غدا نبقى لابسه وغدا نكمل به التصوير، وها انتم معايا نكتشفوا راه مازال 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 بقى الكرتونه عامره. ها انتم معايا، فيديو طوال فغنحاول انني نقتصر لكم الفيديو. كاينه هذه ديال الشوكولات، وهذه البنات راه جابت لي فيها جوجات، خواتاتي خداو وحده وخلاو لي وحده. كاين هذه ديال نونو الصغيره زوزو، بنتنا زوزو كلشي كيعرفها زوزو زوزو. شي حاجه زوينه ورائعه رائعه يا البنات. وكاينه هاد العبايه، هذه لبستها البنات، راكم غتشوفوني لابساها في الفيديو. هاد العبايه زوينه ديال الميليتير، وانتم كلشي عارفين ان الميليتير راه شي حاجه كاليتي بون كاليتي والجوده. فوالا البنات شي حاجه زوينه، حتى التوب ديالها زوين، نجربوها في الخاتم، نخشوها تاهي من الخاتم البنات. تاهي شي حاجه زوينه البنات. الفيديو بدا كيطوال بالزربه فغنحاول نختصر، لان ما كنبغيش نفوت انا واحد 10 دقائق في الفيديو ديالي. فانا كيف ما كتشوفوا كاينه هذه، هذه ديال زوزو اللي وريتكم، صيفطت فيها ستيلوات والوانات للبنيه الصغيره فين ترسم. كاينه هاد البافيت حتى هما ثلاثه لي بافيت باش لبستهم مع هادي، يعني هادو جاو اسورتي ديال المر، عارفاني كيحمقني المر. وها نتوما هاد الشيء كيف ما كتشوفوا ديال الدريه الصغيره. وليداتي راه خداو الالوانات وخداو الستيلوات، هادي كانت عامره بالستيلوات وبالالوان وبالفيليلات وبقلمات الرصاصات، غير هما الدراري ما خلاوش هادو ستين كرايون كولوري. ها نتوما ديال الشمع، هادو كلهم قلمات ديال الشمع ما خلاهمش ولادي حتى هما ما صبروش عليهم. هذه بافيتا البنات، ها نتوما معايا. كيف ما قلت لكم البنات غادي نختصر لان الوقت ما بقاش، فشاركت معكم الكادو ديالي. وهنا شنو غادي يبقى؟ هنا بقاو سبرديلات الزوزو وصبيبطات واعرين واعرين، غنختصر لكم غنوريهم لكم غير بحال هكا. شوفوا معايا، شوفوا 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 داكشي كيحمق، سو كيوت. كاينين اللي ملبوسين وكاينين اللي باقين جداد، ولكن كلهم زوينين، كلشي كلشي باقين كاليتي. شوفوا شي حاجه زوينه ديال بنيتها، باقي عندها بنيه صغيره. شوفوا داكشي زوينه البنات، حنا عندنا زوزو بنت خديجه باقا صغيره، باقا تا هي كيوت. ايوا تبارك الله، برعتها برعتها، الله يحفظك الفنون والله يعطيك الصحه
والله يحفظ لك وليداتك ويحفظ لك كل عزيز وكل غالي، واي واحد كيفرح خوه المسلم فربي ان شاء الله حتى هو ما غاديش يبخل عليها. هادو يلا غادي يخرجوا عندنا على مود وكيتلبسوا، وراه كانت لابسه يلا لاحت الدنيا باطمه لابسه بحالها تماما. هادو حيت هادو في امريكا، مي حنا يلا ولاو عندنا دابا تلونصاو. ها انتم لي بوط، يا خويتي كيحمق هادشي ديال الدريات الصغار، شوف شحال زوينين فنين فنين. هذه هي الكولية اللي جاتني من الديار الأمريكية، شاركتها معاكم. ما بخلت عليكم حتى شي حاجة، الله يفرحكم والله يرزقكم السعادة متتبعاتي الكلمات والوفيات، وكيف ما كتفرحوني الله يفرحكم. واللي فرحني باللايك وبالاشتراك راه حتى هي شي حاجة واعرة واعرة بزاف. ديما ماغوك وحنا مغاربة، للعلم هاد المتتبعة راه مغربية من أصل مغربي، يعني الأغلبية راه كيكونوا المتتبعات ديالك قليل، يعني كلشي الحمد لله صيفطوا لي سعوديات، صيفطوا لي من فرنسا، مي يعني هادي من المغرب. فالله يفرحك، وهذا شهر الخير، نتمنى ونديروا الخير مع بعضياتنا، وأي واحد يقدر يفرح خوه المسلم فما يبخلش عليه، شي يفرح شي حتى لعند مول الشي كيف ما تنقولوا. وما نكذبش عليكم هاد الساك راه حمقني يا البنات، حمقني زوين بزاف. خليت لكم الراحة البنات. تبارك الله تبارك الله، الخيورات والخيورات 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 والخيورات، تبارك الله. وصل عندي شحال حمقوني يا خويتي الصنيدلات، ويلي ويتيكا 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 شحال زوينين فنين. المهم انا جبت كل شي الكرتونه، ها هي غادي نحيد حويجات جنات ديالي.